ينتشر زواج الأطفال في العديد من البلدان حول العالم. زواج قاصرات يتبدل فيه دورهن من الاهتمام بألعابهن وبأحلام الطفولة إلى بيت وزوج وطفل يطالبهن بدورهن الأمومي، وهن لا يزلن يعانين الاحتياج ذاته بل ربما أكثر. يعرف زواج الأطفال بأنه زواج رسمي أو اقتران غير رسمي قبل بلوغ 18، وهو حقيقة واقعة بالنسبة للفتيان والفتيات، على الرغم من أن الفتيات الأكثر تضررا. تقرير لمنظمة اليونيسف أشار إلى أن هناك أكثر من 12 مليون فتاة تحت سن 18 ضحية الزواج المبكر سنويا في العالم. وجاءت الهند في صدارة الدول التي تشهد ارتفاعا في معدل زواج القُصر بأكثر من 10,000 قاصر، وتلتها بنغلاديش ب2359 قاصرا، ثم نيجيريا في المرتبة الثالثة ب1139 قاصرا، والبرازيل ب 877 قاصرا، وأخيرا إثيوبيا في المرتبة الخامسة ب673 قاصرا. ووفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإنه إذا استمرت المستويات الحالية لزيجات الأطفال، فإن أكثر من 140 مليون فتاة سوف تتزوج قبل عمر 18 بحلول عام 2030، 50 مليونا منهن سيكن تحت سن 15. تقرير للبنك الدولي أرجع أسباب شيوع زواج القُصر إلى عدة أسباب، أبرزها الفقر وضعف الأوضاع الاقتصادية كعامل رئيسي، والحاجة إلى الاستقرار الأمني، بالإضافة إلى تناقل العادات والتقاليد، فضلا عن الطبيعة الاجتماعية الناتجة عن مكانة الذكور الأعلى في المجتمع مقارنة بالإناث، ما يجعلهن الحلقة الأضعف، فلا يترك لهن خيار القبول أو الرفض. وعلى الرغم من المطالبات بحظر زواج الأطفال ووضع نص قانوني يحدد أدنى سن مقبولة للزواج، إلا أن الظاهرة لا تزال في انتشار، ما دفع منظمة اليونيسف لدق ناقوس الخطر والتأكيد على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة من خلال إصدار قوانين لمنع زواج القاصرات وتوعية المجتمع وتحفيزه على أخذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقهن.